ما حكم الذكر جهرا أو بصوت عال في الذكر المطلق غير أذكر ما بعد الصلاة مثل لا إله إلا الله وغيرها؟ ما في مانع إذا كان يرفع صوته لينبه الناس حتى يذكر الله تبارك وتعالى، هذا شيء طيب. إنسان جالس في مجلس مثلا يقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، لكن ما يقصد أن شوفوني أنا أذكر الله، يقصد أذكر الله، تنبيه غير مباشر، طيب جداً.